بنفس القدر بنفس الطريقة بنفس الروح لما اتفتح مجال المشاركة في الانتخابات الرئاسة، كان رأيي وكان رأينا ان احنا سنشارك ما امكننا ذلك. احنا ما بنقطعش، احنا بنمنع من المشاركة. انا بعتبر بحدث في 2018 ان احنا منعنا من المشاركة، انما في 2014 مثلا كان في امكانية للمشاركة. نعم. فشارك حمدين الصباح. نعم. في 2018 لم يكن امكانيه المشاركه. نعم. النهارده الشخص الوحيد اللي شارك في انتخابات 2018. نعم. بدا اول تصريح له بانه ينتخب الرئيس دلوقتي 24. فالنهارده في الانتخابات النهارده انا بعتبر، عشان اذكر سعادتك واذكر الساده المشاهدين، هذه خامس انتخابات رئاسيه تحدث في تاريخ مصر. نعم. قبل 52 كانت ملكيه وراثيه. نعم. بعد 52 لم تعرف الانتخابات تعد بالمصر، لم تعرف انتخابات طوال عهد السادات. نعم. لم تعرف انتخابات طوال الفترة الطويلة من حكم 25 سنة من حكم مبارك. 2005 كان أول انتخابات رئاسية وكان. نعم. لها طابع تنافسي. لا هو نموذجي ولا هو مثالي، كان بداية وتمت في ظل برضو يعني مساحة محدودة من الديمقراطية. ثم جاءت الانتخابات التالية في ظرف استثنائي جدا، كان في مظاهرات في الشوارع، كان في زخم، كان في شئيس على انتخابات 2012 لأنها تمت في لحظة استثنائية خاصة. نعم. انتخابات 2014 أيضا استثنائية جدا. ليه؟ نعم. لأنه ده أول رئيس جمهورية يجي مصر، رئيس عبد الفتاح السيسي، جه بشعبية كبيرة، جه من لحظة شعبية كبيرة. نعم. فبالتالي انتخابات ما كانتش تنافسية بما يكفي، وما كانش فيه عدد كبير من المرشحين. انتخابات 2018 كما وصفتها. نعم. منذ قليل. نعم. هي يعني المرشح المنافس قال انا هنتخب. نعم. المرشح المنافس. نعم. فاذا ما كانش في انتخابات، وده ما كانش صدفه، ده كان نتيجه مستوى معين من التضييق في المجال العام لم يسمح لنا بالمشاركه. لذلك البيان اللي احنا طلعناه في الحركه المدنيه في ذلك الوقت واللي انا دافعت عنه ببساله يعني، هو ان احنا منعنا من المشاركه، نحن لم نقاطع. يعني اي حد كان بيحاول ينتزع من التعبير انا بقطع الانتخابات، لا بقطعش. نعم. منعت من المشاركه. انتخابات المره دي انا كنت بقول احنا نشارك في هذه الانتخابات طالما ان هناك مساحه نستطيع ان نشارك فيها. نعم. من اللحظه الاولى بنتكلم عن ضمانات لنزاهه الانتخابات، بنتكلم عن مطالبات لضمان نزاهه الانتخابات. هل عشان اجاوب على اسئله عشان ندخل واضحه ونخش في الموضوع، هل تحقق لنا ما نصب اليه او ما نامل فيه؟ الاجابه لا. يعني احنا طلبنا حاجات كثيرة جدا تحقق منها ما اسميه انا النذر اليسير، ولكن هذا النذر اليسير يعني هو نفسه مساحة انا بشتغل فيها دلوقتي. نعم. يعني اذا انا ما منعتش، انا حجمت، انا تحددت. نعم. لان انا زمان، انا اول تجربة لمراقبة الانتخابات في مصر او متابعة الانتخابات في مصر تمت سنة 95، كان لي شرف المشاركة فيها جنبا الى جنب مع المنظمة المصرية لحقوق الانسان، مركز القاهرة لرسالة حقوق الانسان، مركز ابن خلدون، مش متذكر مين تاني، ارجو ان ما اكونش نسيت حد. عملنا تجربة لمراقبة الانتخابات، يومها اتعلمنا وعلمنا الناس ان الانتخابات ليست ستارة وصندوق كما يزعم البعض. نعم. انتخابات دي بيئة سياسية. نعم. وبيئة تشريعية. نعم. وبيئة اعلامية. نعم. ثم اجراءات عملية الانتخابات نفسها. عظيم. وبالتالي انا ما بعتبرش انه الانتخابات تعكس ارادة الناخبين بالكامل ما لم تتحقق كل هذه الشروط. انا لا بعتبر ان البيئة السياسية اللي بتتم فيها الانتخابات هنا بيئة مثلى او ديمقراطية، ولا البيئة التشريعية ولا البيئة الاعلامية. اذا احنا بنتكلم في ما تبقى اللي هو العملية الانتخابية نفسها من حيث الاجراءات. طيب. منذ فتح باب الترشح وحتى الان. اولا